سيد سليمان عبدش رئيس المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين. أولا جاء بالنسبة لتدشين هذه المنظمة، جاء طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ووزارة الاتصال لتنظيم المهنة، وبحضور السيد وزير الاتصال ومستشار الخاص لرئيس الجمهورية وزير الشباب والرياضة ولاية الجزائر. وبالنسبة لهذه المنظمة لديها عدة لجان، منها لجنة الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، السمع البصري، وكذلك لجنة الشؤون القانونية ولجنة الشؤون الاجتماعية والمهنية وقدماء الصحفيين. وبالنسبة لتأسيس هذه المنظمة جاء لتعزيز المهنة، مهنة القطاع وتنظيم المهنة من الدخلاء. هذه شاملة وتضم كامل مهني القطاع في القطاع العمومي والقطاع الخاص. المنظمة فيها عدة فروع وعدة مهنيين في القطاع، منهم صحفيين ومصورين تقنيين مركبين، كذلك لجنة الإعلاميين بالخارج. في الأسبوع القادم إن شاء الله راح يكون اجتماع المكتب الوطني لمناقشة بعض حيكون جدول أعمال، وهذا ليكون مرافقة توجهات السيد رئيس الجمهورية ووزارة الاتصال.